خبر هيئة الديوان يكونوا بكرة جاهزين يا مأمون أغلو. أمركم مولاي. مولاي. سلطانة. بالي باشا. هيام. خير شبكي؟ صاير معك شي؟ لازم أحكي معك يا مولاي. تعالي معي. ليش وشك هيك أصفر؟ شو صاير معي؟ شو في؟ ليش عم تبكي؟ حساني عشق مات يا مولاي. شو صار له؟ أنا بعرف إنه ما كان مريض وما في شيء أبدا. الحصان ما كان مريض سليمان، كان كتير منيح. قتلوه العشق، ذبحوه بالخنجر. تصور يا مولاي، وبالخنجر تبعي. مين بيتجرأ يذبحه بهي الطريقة؟ ما بعرف يا مولاي، بس رحت شفته، كان واقع على الأرض وغرقان بدمه. لسه مبارح بس رحت شفته وطعميته بإيدي. لا تبكي. مأمون أغلو تعالي. مولاي. قاتلين الحصان اللي هديته للسلطانة هيام وجوات قصري يا مأمون. ومين بيتجرأ يساويها؟ عرف لي مين اللي عمل هالعملة وجيب لي إياها لهون فورا. أنا بنفسي رح حاسبه قدام الكل. لا تأكل هم مولاي، أنا رح دور عليه فورا، أكيد رح لاقي له المجرم وجيبه لعند حضرتكم. حاج تبكي حبيبتي، بوعدك إنه رح عاقب كل واحد إله يد بهالموضوع. شفتن شو عم يعملوا فيي؟ بدهم يخلصوا مني يا سليمان. هيام اسمعيني، أنت أجمل وش بالعالم، حبيبة قلبي وسبب سعادتي بالحياة. ما بدي أشوف هالحزن بعيونك. لا تخافي بنوب، روحك هي روحي وما حدا رح يقدر يقرب منك أبدا. يلا ورجيني ضحكتك، ارفعي راسك، بدي أشوفك قوية. بجوز هالمرة غيبت الطول وما بدي ينشغل بالي عليك. انت شو بتقصد؟ لوين بدك تروح؟ عنا حملة هيام، رح نروح على بودين ويمكن نوصل لفيينا. لا لا تروح، ضل معي سليمان. هيام، اذا انت رحت انا رح ضل لحالي هون بالقصر، وهيك اعدائي رح ياخدوا فرصتهم ويقدروا يتخلصوا مني. يمكن بس ترجع ما رح تشوفني أو تسمع عني. أنا لا أوعى، ما رح تغلبوني أبدا. أنا السلطانة هيام، أنا لا أوعى، ما رح تقدروا تغلبوني أبدا. مو انت اللي طمعتها يا سليمان؟ انت اللي عطيتها هالقوة، سامحتها أكثر من الكل. شوف شو ساويت فينا. ايمتى بدكم تروحوا مولاي؟ هلا عم نجهز الجيش، لسه في وقت. إبراهيم رايح كمان؟ إيه طبعاً رح يروح، ورح يكون القائد العام للجيوش. ممكن أسألك سؤال؟ قديش رح تسلموا مناصب للباشا؟ حابة تعرفي شو في بعد هالمرتبة هيام؟ ورا هاي المرتبة عرشي أنا، بس مستحيل يحلم بهذا الشيء، لأن هو مو من آل عثمان. هو سهركن يا مولاي، بركي عينه على العرش تا
بتعرف الإنسان بيضل طماع. بس مو من سلالتنا. اسمه إبراهيم البرقلي ولا نسياني. روح ارتاحي بأوضتك كل الليلة وانتي عم تتقلبي.